بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان ليوم الدين. هذه بشرى ننقلها إلى الناس وقد استمعوا إليها البارحة، وهو هذا البلاغ المفرح الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل إعادة فتح بيوت الله تعالى، فتح المساجد للصلوات الخمس. والناس في الحقيقة كانوا يتشوقون ويحترقون إلى أن تفتح بيوت الله وأن تفتح المساجد. الله تعالى قد هيأ هذه الظروف وقيض هذه المناسبة من أجل أن يعاد فتحها للصلوات الخمس. ونحن من جهتنا نشكر الله تعالى ونثني عليه سبحانه على أن هدى ووفق لمثل هذا العمل الجليل. كذلك نشكر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، ندعو الله تعالى أن يحفظه، ونهنئ جميع المصلين والمصليات على هذه البادرة الحسنة، وهي فرحة في الحقيقة نفرحها جميعا لكي نبقى نؤدي صلوات الخمس كالعادة. ولكن هذه الفرحة يجب أن لا تنسينا الاحتياط والاحتراز الشديد والحفاظ على ما توصي به وزارة الصحة وتوصي به كذلك السلطات المعنية. فالمساجد بيوت الله هي منشآت وهي مؤسسات وهي فضاءات كسائر الفضاءات الأخرى، يجب أن إذا دخلناها يجب أن نحتاط ونحترز، ويجب أن نأخذ كامل الاحتياط. الذي يريد أن يذهب إلى المسجد، اللي بغى يمشي للمسجد باش يصلي شي صلاة من الصلوات، أولا خصو يكون صحيح سليم. إذا كيحس بنفسه على أنه فيه شي مرض أو فيه شي أنه على أنه لا يليق به أن يدخل المسجد حتى لا يعدي الناس، هذا من جهة. من جهة ثانية على أن كل واحد خص يكون مستعد، يكون موظف في الدار ديالو، لأن المرافق الصحية يعني البيوت ديال الوضوء ما غاديش يتحلو. ثالثا على أن كل واحد بغى يمشي يصلي المسجد خصو يكون عنده السجاد ديالو اللي غادي يصلي عليه داخل المسجد، وما يبدلش المكان داخل المسجد، ما يبدلش الموضوع ديالو داخل المسجد، ماشي يمشي يعمد عند الحيط داخل المسجد. ثم المكبر ديال الصوت ديال الجامع ديال الاذان ولا ديال اللي راه خاص ديال الامام، المؤذن كيقوم الشغل ديالو الامام كيقوم الشغل ديالو. اللي بغى يمشي يصلي في المسجد خصو يكون يحتاط ويحترز، لانه اذا ظهر شي وباء في شي بلايص اخرين راه لا يليق على انه غادي نسبوا حنايا في انتشار الوباء عن طريق بيوت الله وعن طريق المساجد. لان بيوت الله والمساجد طاهره نظيفة، ويجب أن نحافظ على نظافتها وطهارتها الحسية والمعنوية. ثم لا نجتمع داخل البيوت، لا نتزاحم، لا نتصافح، وإنما يكون هناك التباعد الجسدي الحقيقي. بمجرد أننا نكمل الصلاة نفرنقع، أي نتفرق، كل واحد غادي يمشي في حاله، إنه مابقاش ذاك الوقت اللي كنا كنجلسوا ولا نجتمعوا في المساجد ولا نتهاودوا في المساجد ولا نتكلموا في المساجد. هذه بيوت الله تعالى، وهذه المساجد جات هذه الفرصة لكي تفتح ويعاد افتتاحها، يعاد افتتاحها تدريجيا ان شاء الله، والعقبة ان شاء الله هي صلاة الجمعة التي ستأتي بعد ذلك. وعلينا دائما ان نكون منضبطين مع القرارات ومع
التعليمات والتوجيهات والإرشادات ديال المسؤولين ديالنا، لأنهم هم خبراء، احنا بايعناهم على هذه المسؤولية، ولذلك علينا دائما أن ننصت إليهم ودائما أن نعمل بتوجيهاتهم وتعليماتهم وإرشاداتهم، ففيها المصلحة في الطاعة ديالهم وفي الانضباط ديالهم، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما صدر البيان ديال تعليق الصلوات في المساجد كنا منضبطين، كذلك استمرار إغلاق المساجد إلى هذا الوقت كذلك كنا منضبطين، وخصنا دائما نبقى كذلك هكذا منضبطين لكي نحافظ على الاستقرار ونحافظ على الأمن والأمان والسلام في هذا البلد الأمين الذي يرأسه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وندعو الله تعالى أن يبعد عنا الوباء والبلاء في العاجل في القريب العاجل، ونهنئكم من جديد على إعادة فتح المساجد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.